معنا هاتفيا من لندن دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك دكتورة فاطمة. إذا مفوضية حقوق الإنسان استنكرت الاعتداء على المتظاهرين في محافظة المثنى، كيف تقرأين تعامل الجهات الأمنية مع المتظاهرين هناك؟ السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. يعني كما شاهد العالم جميعا ما حدث في محافظة المثنى من مظاهرات ضد احتجاجا على اعتقال وأصدار أحكام بحق الناشط الحقوقي باسم خشان، وأيضا تبعه اعتقالات وحملة اعتقالات واسعة قامت بها الشرطة المحلية ضد المشاركين في التظاهرات، طبعا بدعوى يعني عدم ترخيص هذه المظاهرات. يعني في الحقيقة تعامل القوات الحكومية كما هو أصبح واضح للجميع تعامل بمكيالين، الفاسدون الكبار يتم تركهم ولا يوجد من يحاسبهم أو يعتقلهم، ويعني يتسارعون إلى اعتقال مجرد مواطنين عاديين يتظاهرون مطالبة. وحسب ما نقل دكتورة فاطمة، تهمة الناشط التي اندلعت على إثرها التظاهرات هي محاولة التعبير عن رأيه في عمل حكومة العبادي. هل التعبير عن الرأي في العراق جريمة الآن في العراق؟ في العراق أصبح من الطبيعي أن يتم اعتبار أي تظاهرات سلمية ضد الفساد وللتعبير عن الرأي واحتجاجا على أي عمل تقوم به الحكومة أصبح جريمة مع الأسف الشديد، وهذا يعني مخالف لجميع ما يحدث في العالم، حيث أن هناك حرية للتعبير عن الرأي تمارسه الجماهير بصورة طبيعية وعادية في كل بلدان العالم التي يعني تقوم أساسها على أساس الديمقراطية. أما في العراق الديمقراطي بين قوسين الذي جاءت به أمريكا، فهذا في الحقيقة يعني مخالف للديمقراطية في العراق، ولا يجب أن يتم التظاهر أو التعبير عن الغضب ضد أي مسؤول سياسي أو ضد أي هيئة حكومية لمجرد أنها حكومية. وهذا طبعا يعني يثبت أن ما يجري في العراق هو ترك الفاسدين الحقيقيين لأنهم في الحكومة، ويعني مطاردة الجماهير وكبت حرية التعبير وتكميم الأفواه عن المطالبة بالحقوق وعن التعبير عن رأيهم ولو أن يكون بطريقة سلمية. نعم. طيب كيف تفسرين يعني تصرف الحكومة في بغداد مع هذه القضية في وقت حذرت عشائر البركات، حذرت القوات الحكومية من استمرار القمع؟ يعني ما الذي يدفع هذه العشيرة إلى مثل هذا التحذير وما تداعياته؟ إذا ممكن إعادة السؤال. نعم، كيف تصفين يعني تصرف الحكومة إزاء هذه القضية وتحذير عشائر البركات القوات الحكومية من الاستمرار بهذا القمع؟ يعني الحكومة العراقية كما هي معروف للعالم هي من وحسب التقارير الدولية هي من أفسد الحكومات في العالم. مثل هذه المظاهرات تكشف الفساد وحجم الفساد الذي وصلت له الحكومة. طبعا بالتأكيد سوف تقوم الحكومة العراقية يعني كبح جماح هذه التظاهرات وتحذير الجماهير من يعني أن يمارسوا هذا الفعل الطبيعي، خاصة وأن هناك انتخابات يعني قادمة على الأبواب، والمتسلطين الآن الموجودين على سدة الحكم يريدون أن يعني يستمر بقائهم في هذه المناصب وهذه الكراسي، ولا يريد أحد منهم أن يغادر كرسيه لما يحصل عليه من مكاسب من هذا المنصب. إذا بالتأكيد سوف تقوم الحكومة العراقية بتحذير أي عشيرة كانت أو أي مدنيين من أن يقوم بأي ممارسات سلمية من ضمنها التظاهر. نعم. خوفا على الصورة. طيب. صورتهم أرجو أن تبقي وأن يفشلوا. نعم. أرجو أن تبقي معنا دكتورة فاطمة العاني، سنعود إليك بعد قليل.